غريب وعجيب. تقول غريب وعجيب أحمد؟ إيه، في مستشفى الفرعونية مثل الإخوان في يطرحون القضية الإسكانية إن إحنا حليناها، ها، وصدق بيوم واحد قدموا بالمطلع 1200 طلب. إيه مبروكين، قدموا 1200 طلب على ما يوزعون وعلى ما يخلصون، والسنة الجاية يوقعون العقد، وخمس سنين أربع سنين يبنونها على مراحل. اللي يا حجي المستانس نقدم طلب للمطلع يطلع لك 2023 2022 تبني بيتك. نفس القضية بيع الأوهام. طلع أخونا دكتور جمال السلطان الله يوفقه إن شاء الله، واعتبر أن مستشفى الفروانية يقول لك حسب تقييم برنامج الاعتراف أفضل مستشفى بالكويت. حلفتكم بالله يا أهل الفروانية وأهل الجهرة، مستشفى الفروانية أفضل مستشفى بالكويت، وذلك وفقا للاعتراف الوطني لعام 2014 والذي يقيم الأداء الفعلي للخدمات الصحية مع المعايير. منو المعايير العالمية؟ أنا أبي بصراحة أبيكم بالحساب التويتر والإنستغرام قولوا لي صج مستشفى الفروانية أفضل مستشفى بالكويت. سألت واحد من الإخوان عندنا توا يا مستشفى، قلت له شو مستشفى الفروانية؟ قال خلها على الله يا أبو أحمد، صجكم فروانية أفضل مستشفى؟ بسنا بسنا. يمكن أنا مو عايش بالكويت، وين عايش أنا؟ جاي عايش بوين؟ وين؟ صدقك والله دكتور، صدقك معالي الوزير، فروانية أفضل مستشفى؟ يجوز. أنتوا أبيكم من خلال الانستغرام والتويتر اللي راح أقراه تكفون قولوا لي، يمكن أنا غلطان، والله العظيم يمكن أنا غلطان، يمكن أنا ما أعرف شيء، عايش في جزر الواقواق. أنتوا قولوا لي صدق اللي قاله الدكتور أن الفروانية أفضل مستشفى في الكويت؟ شوفوا كلام الدكتور وتكفون دزوا لي رسائل خاصة لهالفروانية والجهرة واللي يخدم هالمستشفى العظيم اللي يقولون مستشفى الفروانية أفضل مستشفى في الكويت. أعطوني التعليق. إنه من دواعي سرورنا وابتهاجنا حصول مستشفى الفروانية على هذا التميز في تنفيذ البرنامج الوطني للاعتراف بجودة الخدمات الصحية، وإن هذا الإنجاز ليس بمستغرب علينا لما لمسناه من عزم وتصميم العاملين بالمستشفى على تحقيق هذا الإنجاز وتطوير الخدمات لسكان محافظة الفروانية الكرام. يا ليت الإخوان يقولوا لي صج مستشفى الفروانية هو أفضل مستشفى بالكويت. منتظر ردودكم وراح نقراها إذا صار عندنا وقت. في جلسة مجلس